يعني ساعدنا منذ قليل بمداخلة هاتفية مع صاحبة السعادة الأستاذة إسعاد يونس، واتكلمنا فيها عن ليلة كده لا تنسى، ليلة عمار الشريعي اللي إن شاء الله هتكون في مهرجان العالمين بقيادة المايسترو نادر عباسي، وهتكون بصحبة طبعا أصوات رائعة لؤي وكارمن سليمان. كارمن سليمان بتشارك في ليلة عمار الشريعي مع الفنانة إسعاد يونس ونادر عباسي، وهي خليني أقول واحدة من نجمات الأغنية المصرية اللي حققوا نجاح كبير جدا جدا في السنين القليلة اللي فاتت. خليني أقول إنه ما فيش أي يعني اختلاف كده على موهبة كارمن. كارمن من أول ما بدأت وهي صوت مميز، صوت كبير جدا جدا رغم صغر سنها، يعني نقول تاتش وود هي طرب تلاقي أغاني شبابي كده وبوب حلو، بوبات حلوة كتلاقي، بتمتع جمهورها في كل الألوان متألقة، عشان كده حضورها وصوتها كان مهم جدا أن يكون موجود في ليلة الموسيقار عمار الشريعي، وزي ما قلنا هتقدمها النجمة الكبيرة إسعاد يونس مع الموسيقار نادر عباسي. اسمحوا لي دلوقتي أرحب بالفنانة كارمن سليمان اللي معانا دلوقتي في عالم العالمين. يا مساء الفل عليك يا كارمن، وخليني أبارك لك على أغنيتك الجديدة حبايب قلبي. يا فسنت ازيك؟ يعني يا كارمن انت صوت، على التقديمة الحلوة. انت صوت جميل فعلا، يعني تستحقي ده واكتر. وخليني اقول انه امبارح انت نزلتي اغنية جديدة، احنا حظنا حلو. ثانك يو، ربنا يخليكي، الله يبارك فيكي. يعني انت الاغنيه دي طبعا من الحان عزيز الشافعي، وعزيز كده بقاله فتره متالق واغانيه كلها يعني عامله كده هتات، فانت احساسك ايه؟ هو انا وعزيز يعني من اول ما اشتغلنا مع بعض، واحنا الحمد لله بنعمل يعني نجاحات كتير، وانا بحب جدا الشغل معاه، وكل حاجه احنا يعني بنعملها بنبقى بجد بنعملها بحب وبنبقى مبسوطين بيها قوي. وفكرة الأغنية دي هي يعني أول أغنية من ميني ألبوم، يعني هيبقى كله ألحان عزيز الشافعي. فالبروجكت ده بالنسبة لي مهم جدا، مشروع مهم جدا، اشتغلنا عليه كتير قوي. وهي كانت فكرته من الأول إن احنا نعمل يعني ميني ألبوم، فإنه يبقى حلو قوي إنه نعمل يعني نشتغل على كذا حاجة في نفس الوقت وينزلوا في نفس الوقت، بدل ما كل فترة نشتغل مثلا على أغنية واحدة وننزلها. فكنت يعني مبسوطة جدا طبعا بالتجربة دي، وأكيد مش آخر حاجة. وكمان يعني يا حبايب قلبي يعني لسه نازلة يعني امبارح، وكل يعني كل 10 ايام هيبقى في اغنيه جديده ان شاء الله. انت يعني خليني اقول الاغاني كمان بتاعتك بتلاقي رواج كبير قوي على التيك توك، بالذات الناس بتقعد تغني معاكي وتعمل فيديوز، فبتبقى لطيفه قوي. صح، يعني خفتي طيب انك تبقي بتعملي ميني البوم يعني او كذا اغنيه مع نفس الملحن؟ بالعكس، عزيز مكسب كبير حقيقي لأي فنان. عزيز يعني فنان متنوع بشكل مرعب، يقدر يعمل يعني أي نوع مزيكا في الدنيا، فدي مش حاجة صعبة عليه أبدا إن هو يعني يعملها. فبالعكس دي أغانيه كمان حقيقي يعني محققة نجاحات كبيرة قوي في الفترة اللي فاتت. طيب خلينا نروح بقى لحفل عمار الشريعي. انت الجميل فيك يا كارمن انك فعلا صوتك موجود في اي حاجه يجنن، فما شاء الله يعني الله اكبر. فخليني اقول مشاركتك في حفله زي دي بصحبه طبعا الاستاذه اسعاد يونس، وهنتكلم في الموضوع ده كده بالتفصيل كمان شويه، لكن احكي لي تحضيراتك لاغاني عمار الشريعي عامله ازاي؟ انت اصلا الحان اغاني او اغاني عمار الشريعي بتمثل ليكي ايه؟ يعني بصي انا متربيه على اغاني عمار الشريعي، يعني الموضوع اصلا اول ما جالي انا، انت مش متخيله انا كنت قد ايه سعيده ومبسوطه ان انا يعني هكون جزء من ليله كبيره قوي زي دي. وعايزه اشكر طبعا استاذه اسعاد يونس على يعني الكلام اللي قالته عليا،
وعلى ترشيحها، وعلى ترشيح طبعا المايسترو نادر عباسي ليا في الحفله دي. عايزه اشكرهم جدا، وانا متحمسه جدا جدا لليوم ده. التحضيرات جميله وانا مبسوطه جدا، وهغني يعني اغاني من احلى الاغاني اللي انا زي بحبها. زي ايه يا كارمن؟ بصي انا سمعت يعني استاذه اسعاد يا خساره. ما صرحتش عن اي حاجه، كنا عايزين نوقعك بصراحه يا كارمن. فانا مش هقدر اصرح عن اي حاجه دلوقتي، بس اكيد يعني قريب غششينا حاجه بسيطه يعني. اكيد قريب هتعرفوا كل حاجه. طيب برافو يا كارمن، برافو. شفتي؟ لا شاطره يا كارمن، برافو. بس فعلا انا يعني تقريبا انا كل الاغاني اللي هغنيها كلها انا يعني حافظاها من وانا صغيره يعني. فدي حاجه انا بسطاني جدا. وكمان فكره ان انا لاول مره هغني على يعني اوركسترا بقياده المايسترو نادر عباسي، دي حاجه كبيره جدا بالنسبه لي، شرف كبير قوي ليا. ومبسوطه قوي ان انا هبقى موجوده في مهرجان العالمين لاول مره. يعني شرف كبير جدا ليا، وانه تبقى حاجه كبيره زي دي في بلدي مصر. يعني سعاده كبيره جدا بالنسبه لي. عايزه اتكلم عن الاستاذه بقى اسعاد يونس كده، واحساسك ايه بانك معاها مره، خليني اقول ثالثه تقريبا، انتوا كان في لقاءين قبل كده مع بعض لو انا مش غلطانه يعني. فاحساسك ايه وهي موجوده مره تانية، وهي واضح كمان ان هي انت ليكي معزه خاصه كده عندها، يعني هي بتقدمك دايما بطريقه مختلفه يا كارمن. فحماسك عامل ازاي؟ حاسه بايه انك هتكوني معاها مره كمان؟ بصي هي بجد انا بموت فيها، وهي حبيبه قلبي. انا يعني كان ليا الحظ ان انا اكون معاها في حلقتين قبل كده كانوا معمولين للاطفال، وبالمناسبه كان في حلقه فيهم كان فيها يعني كذا اغنيه مدلي فعلا للموسيقار عمار شراعي. فكمان انا يعني شويه كنا اشتغلنا على الموضوع ده يعني بشكل بسيط، بس كانوا حلقتين حلوين جدا، ومبسوطه جدا ان انا هكون معاها لمره ثالثه، واكيد نفسي ابقى معاها في كل حاجه يعني. واحنا كمان بنحب نشوفكم قوي مع بعض. عايزه كمان اعرف لو انت زرتي المهرجان السنه دي ولا لا؟ لسه انا لسه ما روحتش الساحل خالص يعني. انا انا زعلانه جدا. لا هن هن هنروح وهنتابع هناك وهنشوف كمان يعني حفلتكم، الحفله بتاعتكم هتكون عامله ازاي. لكن خليني اسالك لو تابعتي يمكن حفل الافتتاح. انا شفت حاجات بسيطه يعني للاسف ما كنتش عارفه اركز قوي الفتره اللي فاتت، لان كان عندي التصوير بتاع الاغاني، وكنا بنحضر وبنجري جدا علشان يعني نلحق ان احنا ننزل في اسرع وقت. ولحد دلوقتي انا مش عارفه ان انا فعلا اروح في حته خالص، علشان يعني كل ده يعني لسه في عارفه لمسات اخيره يعني للحاجات، فلازم ابقى أكيد موجوده طبعا. يعني ما ينزلوا. طب كارمن هسألك آخر سؤال، في حفلات لفنانين كبار كتير جدا جدا، لو عندك وقت تحبي تحضري أني حفلة؟ خليني أقول في الفنان كاظم الساهر، الفنانة ماجدة الرومي، في الفنان الكبير عمرو دياب، في الفنان تامر حسني، في العديد والعديد من الفنانين، لكن خليني أقول لو عندك وقت بسيط تقدري أو حابة تحضري أني حفلة، لو حفلة واحدة. ايه طيب انت قلت لي اسماء يعني عظيمه. يعني بحب جدا يعني تامر حسني طبعا، الله، وعمرو دياب طبعا طبعا. يعني لو يعني مش عارفه اختار يعني حد واحد، استاذ ماجد الرومي طبعا. يعني هتبقى عارفه حيره فظيعه الصراحه. يعني احنا عامة هننقل الفعاليات كلها من هنا، فتابعينا لو ما عندكيش وقت تحضري. بشكرك يا كارمن، وبنتمنى لك كل التوفيق، والف الف مبروك على اغنيتك الجديده والميني البوم، والتعاون الكبير مع طبعا الملحن عزيز الشافعي، اللي اكيد انتوا هتكسروا الدنيا. وبالفعل الاغنيه امبارح يمكن لسه نازله، لكن اصدقها كبيره قوي بالفعل. شكرا لك يا كارمن مره ثانيه.